مين يدفع؟ هقول لكم مين يدفع. ممكن نتسائل قوي اكتر من كده على اخواتنا ونقول لهم ايه، يلا هتساعدنا كمان، بس ما يصحش كده، ما يصحش. فإذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك وتحرم نفسك وتقاسي عشان تغير الواقع بتاعك، عايز الآخرين ليه؟ وتقول أنا جبت يعني كان ممكن أوي نقعد نتكلم في الموضوع ده بس وكفاية. وعشان كده قلت لكم إيه؟ 2011 و2013، أنا قلت 2013 ليه؟ وهقول لكم قد إيه جهل الآخرين. بقى حد عايز يحكم بلد يهدها؟ أقول تاني؟ لا 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 استنوا بس. حد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012؟ طب حد كان بيقول لهم؟ والله العظيم أنا كنت بقول يا جماعة كل يوم بيعدي علينا واللي احنا فيه ده، ده البلد بتروح، ما حدش هيعرف يصلحها بعد كده، نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه، بلاش اللي احنا بنعمله في بلدنا ده. من 38 مليار دولار جبناهم ولا 36 مليار دولار جبناهم ولا 30 مليار دولار جبناهم بشق الأنفس على مدى من 90 91 لغاية ما قامت الثورة، مش كده؟ معالي المحافظ، قعدنا المدة دي كلها عشان نجيب القرشين دول، احنا خلصناهم في سنة ونص. ليه؟ لأنه كنت بتروح تجيب البترول بالدولار وتبيعه بالجنيه وتجيب السلع التموينية بالدولار وتجيب بالجنيه، مفيش دولار بيخش لك، فأنت كلت الرصيد بتاعك، كلت الرصيد بتاعك. لأن حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغاية 2013 جابت البلد على الأرض. وأنا بقول لكم ليكم كلكم، شوفوا مفيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن، مفيش غير كده.